مع المركز الثالث، هل من قادم؟ هل من متحدي في هذا الانطلاق؟ ضج منصور بن محمد من ثاني من قطام السويدي، ولكن متاهة توهت الجميع بهذا الانطلاق والتحديات مخيرة. القادمة مع المركز الثاني، اول الاشواط، اول التحديات، اول نواميسي هذا الصباح، ما شاء الله متاهة وخيرة تتسلل، خيرة تختار الصدارة، تختار المقدمة، وعسى في الأمر خيرة. يا سعيد يا من ناصر يا بن حميد يا الهاشمي، سلام للسلطنة مع أول الأشواط، سلام للكامل والوافي مع هذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني متاهة، عبد الله بن غسان. الجعدان تحدياتي هذا الشوط، وما يهاب من ينطلق بالصدارة، راح بناموسي هذا الشوط، اندفع باللحظات الأخيرة المصنف الأول وعليه الرقم واحد، يأتي بناموسي هذا الشوط علي بن محمد بن سالم الخاطر، ولكن ارصد القادم نجد لسالم بن عبد الله بن سعيد الأغفلي، وما يهاب على الصدارة، ولكن هملول لعلي بن حمد بن مقار حياتي في اللحظات الأخيرة بالتقدم. هملول القادم، ما يهاب يسيطر اللحظات الأخيرة، هملول سلام للشحانية في اللحظات الأخيرة. تهانينا لعلي بن حمد بن مقار، المركز الثاني لعلي بن محمد الخاطري. التي تاتي في المركز الثالث، اما المركز الرابع اشوف وعد، والوعد كالرعد، محمد بن راشد بن خميس العامري، هذه المراكز الاولى المتقدمه، ولكن العوده الى المركز الاول اللي انفردت، اللي انطلقت سيوف ضيدان بن سالم بن علي المري، القوز المري الذي ياتي في المركز الاول، الميتين متر الاخيره هذه تنطلق ما شاء الله بالشكل الجميل، بالاداء الجميل، كذلك بالركض الجميل، سيوف ضيدان بن سالم بن علي، القوز المري ينتزع ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني في الطياره لزاهر بن فايل بن خريبيش العويس. المركز الأول يأتي بالمقدمة ويقود الجعدان، المركز الثاني متعود أحمد بخلفان بو موسى الهاملي، المركز الثالث التحرك من الشبابي ياسر بن علي بن صالح بن سالم المشايخي، ولكن خلاص المركز الأول تحرك وانفرد، تحرك وانطلق بالمركز الأول في هذا الانطلاق. كيفان مالك بن هلال بن سعيد المالكي إلى أهل السلطنة، إلى أهل الدري سلام وتحية مع المالكي ومع هذا الانطلاق الجميل. كيفان مالك بن هلال بن سعيد المالكي ينتزع ناموسي هذا الشوط الشبابي، ياسر بن علي بن صالح المشايخي من شوق بن خاتم سلطان بن خاتم بن محمد الشامسية، يتقدمون أهالي مدينة العين مع الأربعمائة متر الأخيرة، ولكن هل النجمة بدانة الدنيا دبي قادمين مع هقوة السيل بن عبيد بن يميع وبن خاتم، معركة ثنائية، العين ولا النجمة اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، شوق على المركز الأول، شوق على الصدارة، بمبارك قائد المسار سلطان بن خاتم بن محمد الشامسية، سلام مدينة العين، سلام إلى شاعر على فوز وانتصار. شوق المركز الثاني أقوى السيل بن عبيد بن يمين. رفعوا
نعود الى شعال الغزيله، شعال الغزيله على المركز الاول، شعال الغزيل على الصداره المرغم وال400 متر الاخيره ما شاء الله جوله الاوامر. حرك يا حمدان اللحظات الاخيره، حمدان يتابع، حمدان يراقب انطلاقه الكدري، حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير ما شاء الله الامتار الاخير والواضح سعيد بن غدير العويسي، ولكن شعال الغزيل على المركز الاول، شعال الغزيل روح بالصداره، سلام مرغم سلام، تهانينا والناموس لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير، تهانينا والناموس لداعم هذا الشعار حمد بن ضعيف بن غدير على فوز الكدري بالمركز الاول، المركز الثاني الواضح. وبن خاتم قادم معنوف مع المركز الرابع، ولكن رجوة على المقدمة، رجوة على الصدارة، يتابعها زاهر بن فاير بن خربيش العويسل، يهدي السلامات لأهالي السلطنة مع هذا الانطلاق المتميز. ورجوة بدأت تنفرد، بدأت تغادر بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لأهالي السلطنة ولمالكها زاهر بن فاير بن خريبيش العويسي، سلام سلام جعلان مع هذا الانطلاق المتميز، تهانينا للزاهر بن فايل بن خريبيش العويسي على فوز رجوة بالمركز الاول وبدون اي منافس، بدون اي منافس. المركز الثاني سيطرة احمد بن عبد الله بشطيط لوهي بالمركز الثالث الرسمية. الشوط مناور يحاول، بدا يناور مع المركز الثاني زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي، التحديات من الجانب الاخر، متعب مسهر بن سالم القوبع، وارى التقدم ايضا لفياض حمد بن نافع الشدي المنصوري، يتابع مع هذا التقدم ومع هذا الانطلاق واللحظات الاخيره، جوله الاوامر ومناور ينجح في المناوره، فياض يحاول اللحظات الأخيرة، مناور وفياض ومناور، الموقف خطير، ولكن مناور على الصدارة، زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي ينجح بالمناورة في اللحظات الأخيرة ليهدي السلامات لأهالي السلطنة. المركز الثاني فياض حمد بن نافع الشدي، المركز الثالث محمد بن ساري بن بلوشة، ولكن شوف التحرك على المركز الثاني، هذه خيرة احمد بن عبد الله بشطيط الوهيبي، خيرة على المركز الثاني، اندفاعتها جميلة وادها رائع، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الامتار الاخيرة، شوف خيرة في الامتار الاخيرة تندفع بالمقدمة، تنتزع ناموسي هذا الشوط، هذه خيرة بدون منافس على الاطلاق، احمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي ينتزع ناموسي هذا الشوط بخيره وينفرد مع المركز الاول، سلام للسلطنه، سلام يا الوهيبي، سلام، تهانينا احمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي على هذا الفوز، وسلام له المضيبي، سلام. المركز الثاني معراض ياتي القايدي في هذا الاندفاع، وهناك دخول في هذا الانطلاق، هذا هو محمد هذا القايدي اللي تقدم، ولكن ما شاء الله شوف 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 الترشيحات، شوف الانطلاقات، بسم الله لا تحركها دخيلك يا الوهيبي، يا الوهيبي لا تكلمها ولا تسوقي، وين تبام ارباعها، ريت نعم، هذه شقرة احمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، بن شطيط الوهيبي للمرة الثانية انطلقت، سلام لأهل السلطنة، سلام لأهل المنجم السبق، سلام لأهل الأبيض على هذا الفوز، انفردت بدون منافس. المركز عيني
ولكن أعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. هنا من غيرت عجائب محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وعاد هناك القدوم 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 من افهدى 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 افهدى، وهناك عتب من الجانب الآخر افهدى على الصدارة على المقدمة. هنا محمد بن علي بن أحمد بالصرف النعيمي على الصدور على المقدمة، وعتب عتب من الجانب الآخر، والمحاولات الأخيرة هنا لحمدان بن حمد بن عبد الله بالطير العامري، ولكن الصدارة الصدارة مع افهدى محمد بن علي بن أحمد بالصرف النعيمي. سلام مدينة العين، سلام على هذا الأداء المميز. المركز الثاني عتب حمدان بن حمد بن عبد الله بالطير العامري، المركز الثالث المركز الأول مسيطر على زمام الأمور، لافي في المركز الثاني ظافر بن مسعود الحبابي. المركز الثالث القادم هناك سيد راهد بخميس بن عامر العمري، هنا بالانطلاقات والتحديات وشعار المجوزف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله الله التحديات الأخيرة الأخيرة هنا بهذه الانطلاقة. السلام، ولكن الدنقلاوي 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 من يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة شاهين والدنقلاوي الدنقلاوي وشاهين شاهين والدنقلاوي. الله اللحظات الأخيرة لمن الفوز لمن الناموس. الله هنا 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 يا شاهين من أعلن الفوز. تهانينا محمد بن زيتون المهير المركز الثاني مكتوم بن الشيم السبوسية ومحمد بن عبيد برمية الكتبية، والقادم الفايقة عبد الله بن منصور بن هي العامري، والقادم العزوم منصور بن سعيد بن علي العويشية، القادم بن هي العويشية مكتوم بن الشيبة. اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة أول أشواط الإنتاج. الشايبة 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 هل ندشبه على الصدارة على المقدمة؟ ما شاء الله روحت مرواح السهالة في أول أشواط الإنتاج. الشايبة سلام ندشبه سلام، تهانينا والناموس المكتوم بن الشيبة السبوسي، ومشكور يا عامر بن صقر لوهي بالمركز الثاني. وصلت العزوم منصور بن سعيد بن علي العويسي. محمد بالعامري بالعامري قادم مع شمران، ما جبت له طاري الا بعد الستمائة متر الاخيره، قادم من بعد من خلف العشر. يا سلام بن حنزام بن حنزام بالعامري قادم بالعامري بالعامري، راعي شمران راعي شمران وبن حموده قادم، ولكن الصداره مع المركز الاول لماح لماح. اول اشواط الانتاج للجعدان ما بين الحنزابة وما بين بالعامري وبن حمودة، لكن خلاص روح لماح لماح مع أول أشواط الانتاج. تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب. سلام ميدان التحدي سلام سمراء سعيد بن شطيط. هنا كنز من غيرت على الصدارة، كنز من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، كنز حمد بن سهيل بن خيرات العامري وبنه بنه 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 زيد بن خليفة بن راشد بن عمان المهيري. هو هنا تأتينا الزاهية سلطان بن سالم بن يمعب بن مانع الغويص، هو غزوة الخلفان بن علي بن خلفان الرفيس الاكتبي، ولكن الصدارة مع كنز وبنه كنز وبنه. الله الله هنا اللحظات الأخيرة كنز وبنا. الله الله التحدي الأخير وزوهية وبنا بنا بنا من تتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة. سلام سويحان سلام على هذا الأداء المميز، تهانينا على هذا الفوز. هنا الجميل سيف بن خليفة بن راشد بن عمان المهيري. ولكن الصدارة الصدارة مع الفارس المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطر على زمام الأمور والمقدمة. الله
وصل لهب وصل لهب وصل لهب ما شاء الله، ملتهب عين على الصدارة على المقدمة، يغير من مركز إلى مركز ما شاء الله. ها هو لهب يتسلل إلى الفوز وإلى الناموس. سلام مصانع الجنوب، سلام سلام هنا لحمد بن سهيل بن خيرات العامري على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني الفارس سالم بن أحمد بن حوت العامري سمران. شعله من الجانب الاخر، من الجانب الاخر حمد بن سهيل بن خيرات العامري متابعا متابعا لشعله شواهين انطلقت بناموس هذا الشوط. المحاولات قائمه مع هذا الانطلاق مع تحديات شعله، شواهين وشعله، شعله وشواهين، ولكن شواهين هي الاقرب، هي الاقرب لناموس هذا الشوط. وبهذا الاداء المتميز ياتي مع هذا الانطلاق احمد بن سعيد بن سران الحرسوسي. شعلة 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 اللي بدأت تتسلل في اللحظات الأخيرة تحديات هذا الشوط. شعلة 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 اشتعلت في الأمتار النهائية والنقطة الثانية لهذا الشعار. تهانينا لحمد بن سهيل من خيرات العامري وسلام للوقال. سلام شواهين مع المركز الثاني. الأخيرة تحديات هذا الشوط، وأرى الجماعة قادمين هاجمين وأول الهاجمين. شعار المجازف يتقدم ينطلق مع عزام عزم في اللحظات الأخيرة، انطلق بناموس هذا الشوط بشعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الكايد من الجانب الآخر حمد بن سهيل بن خيرات العامري. واللحظات اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة في هذا الشوط والتحدي ما بين عزام ما بين الكايد، الكايد وعزام، عزام بشعاره المجازف والكايد عند بن خيرات العامري. اللحظات الأخيرة وعزام عزام عزام ينطلق بناموس هذا الشوط. سلام منازف بهذا الأداء المتميز. تهاني لمحمد بن عتيج بن زيتون المهير المركز الثاني الكايد حمد الزهيل. بن عتيج بن زيتون المهيري والشبيلية المنافسة، الشبيلية الأشبيلية في هذا الانطلاق يمع بن راشد بن سعيد بالغافرية يقدمها وامسية في المركز الثالث لمطر بن سيب بن لاحج الهاجري. الأمتار الأخيرة تحركت أيضا خلابة بدر بن علي بن خميس العويسي على رابع المراكز، ولكن الأشبيلية الأشبيلية على مقدمة الشوط على المركز الأول تتقدم على مسار هذا الشوط. يمع بن راشد بالغافرية وسلام لأهل العويل، سلام مع بالغافرية على الأشبيلية بالمركز الأول وسلالة الشبل حسب معلومات الجماعة خلاب بدر بن علي بن خميس العويسي. في هذا الموقع ولكن التنافس وارد، وهذا عالي عالي بالقرين، عالي بالقرين كذلك ينطلق على المركز الثاني ما شاء الله تبارك الله محمد بالقرين العامري وابن سويدان بن حضيرم. يا سلام يا سلام، وهناك ايضا بن زيتون النهار مع بن زيتون وابن فالح الشامسي وابن حضيرم، ولكن بالقرين بالقرين راعي الخشمة راعي الخشمة بالقرين ينتزع ناموسي هذا الشوط. محمد بعالي عالي الأمتار الأخيرة، حرك يا محرك يلا جولة الأوامر جولة الأوامر. سلام 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 وتحية سلام وتحية محمد بالقرين بن علي العامري على هذا الفوز. المركز الثاني هداد سعيد بن محمد بن فالح الشام. بالضبيعة قادم أول ندى لشعاره بالضبيعة، ولكن بشاوية بشاوية بشاوي باللاحج الأربعمائة متر الأخيرة وقصايد قصايد علي براج بن سيب بشاوي الأفضلية وربدل باللاحج، والقادمة جبارة حمدان بن سليمان بن محمد الدرعية، والقادمة غزوة راشد بن سيف بالضبيعة بالضبيعة قادمة، ولكن أعود إلى قصايد قصايد
ما شاء الله الصحف الابطان ما عودها حتى هذه اللحظات. علي بن راشد بن سيف مشكور يا حران على المتابعة. ها هي قصايد الى ميدان الشعب السلام، الى مالك قصايد، الى براشد علي بن راشد بن سيف شاوي. هل اغفل المركز الثاني أهل الشاد وغصاب شعار القادم الحمير القادم. وصلت الأسماء ولكن بعود إلى نبه والمرعوش. راعي الكدرية، راعي الكدرية، راعي الغزيل اللي روحت بالكاس في ميدان الشحانية في مكرمة الشحانية. راعي لأهالي مرغم ولكن بسويدان، بسويدان قادم. الله يا رهان سيب الراشد والقادم مردف اللحظات الأخيرة. نبه 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 ولا رهان، نبه ولا رهان. اللحظات الأخيرة المعركة ثنائية كنج الأرقام. الرقم 11 ما يطيع بحمدان، ما يطيع بل بالفوز والانتصار. إلى مرغم السلام، إلى محمية كذلك مرغم. هذا الشوط يمعى بن محمد بن دريب المنصوري والشاهينية. أغدير بن سعيد بن أغدير الاكتبي الشاعر يقدمها بهذا الانطلاق. هو صلاة الحذرة سعيد بن سالم بن حماد بن سالم الاكتبي. والله الله يا غنايم 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 غنايم. هنا مطر بسيب اللاحج الهايري من يقدم غنايم. مشغلة وغنايم، مشغلة وغنايم، غنايم غنايم. تنتزع الفوز وناموس معبو عمر. سلام ند الشبه، سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لمطر بسيف اللاحج الهايري على هذا الفوز المميز الجميل. ولحظة وصول غنايم معلن الفوز والناموس. المركز الثاني وصلت مشغلة. محمد العامري. الله الله. نعود مع الصدارة، مع المقدمة ومع المركز الأول. صدورة هذا الشوط هنا من انطدان على الصدارة على المقدمة، ولكن أرى هناك انطلقت، هنا انطلقت الدانة، الدانة راشد بن حمد بن ضعي بن عدي الاكتبي. من يقدم لنا الدانة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط؟ صدمة في المركز الثاني من سعيد بن سري بن سالم بن الأسود العامري لظهورها الأول على أرضية الميدان. أول اشتراك هنا لصدمة. هذا انطلق، ولكن هنا سلام 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 أو النقطة الثالثة. هذا الانطلاق المميز الجميل هنا لأدانا راهي بن حمد الضعي. الأخير هقوى هقوى هنا هقاوي 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 على الصدارة. عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب على الصدارة ومشغلة. هنا راشد بن محمد بن مهجر بن دريب المنصوري والقادمة العزوم، القادمة العزوم هنا بهذا الانطلاق. راهد بن حمد الضعي بن غني الاكتبي، ولكن التحديات الأخيرة هنا مشغلة وهقاوي، مشغلة وهقاوي. الله الله التحدي الأخير. هقاوي 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 على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بدون أي أوامر. هقاوي هقاوي هنا. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل لعبد الرحمن بن ناصر محمد بن حباب الهاجري مشغلة. راهد بن محمد بن هير بن دري المنصوري. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ترباني رجل الوطن ما دخر غنى منا منا أن العمر فاني يا ما كتابنا ولحنا غدار عذبتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصى.